الإمام البخاري بابا ذكر فيه إلى من ينكح الرجل، وأي النساء خير، وما يستحب أن يتخير الرجل لنطفه. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغر. الحنو هذا حنوى تعطف، يعني تجد نساء قريش الصالحات من أعطف الناس على ولد، وإذا مات زوجها تجد هذه المرأة لا تترك أولادها الصغار، تربيهم وأرعاه لزوج بذات يد. يعني تجد هذه المرأة من أرعى النساء لمال زوجها، لما في يده، تصونه وتحافظ عليه. فالإنسان المهم إذا ذهب ليتزوج ينظر في المرأة ونسبها، إلى من تنسب، هل تنسب إلى خيار الناس، هل تنسب إلى شر الناس، هل نسبها يشرف، هل نسبها لا يشرف. بعض الناس يعني قبائل كثر فيها الفحش والفسق أبا عن جد. فإذا الإنسان تزوج امرأة من هذه، أو امرأة تزوجت رجلا من هذه القبائل، لأن عندهم عادات فاسدة وعندهم أخلاق سيئة، كيف ستصلح؟ فالإنسان عندما يريد أن يتزوج يذهب ويختار من أشراف الناس، من أحسن الناس دينا وخلقا ونسبا وإلى ما يتبع ذلك، حتى يعني إذا جاء الولد يتربى في أحضان مؤمنة، في له أنساب شريفة يحثونه على الدين والأخلاق وإلى ما يتبع ذلك. أما إنسان تزوج امرأة أهلها يعني على غير أخلاق حسنة، هذا الولد عندما يذهب إليهم كيف الآن سيتربى تربية صحيحة، سيأخذ من سيئاتهم.